بعد نزول الداعية الانتخابية وبشكل مكثف في عموم مناطق كربلاء، كان لقراها ومناطقها البعيدة عن المدينة حصة من هذه الدعاية، تمثلت بنشر صور المرشحين تارة وبالتواصل المواجهي تارة أخرى عبر اللقاءات العشائرية لطرح برامجهم الانتخابية. وجدت نفسي في أن أتصل بالناس باتصال مباشر، لأن أنا ابن هذه القرى وابن الأرياف، أجد قبول، ولحد هذه اللحظة لم أستطيع إكمال البيوت التي زرتها حينما كنت أعمل في عمل السابق، وبتقدير أنه أنا قادر على التواصل مع الناس، وبرنامج الانتخابي يعتمد على أنه أنتمي إلى كتلة فاعلة وواعدة. ترشحت نيابة عن أهالي منطقة المندوة بدافع من أقربائي ومنطقتي لتمثيلهم في العمل السياسي، ويجد الناس في منطقة الود متفاعلين معي. كثير من سكنة القرى والأرياف في كربلاء تشكلت لديهم قناعات باختيار المرشح الأفضل ليمثلهم سواء من المنطقة أو العشيرة، كي يضمنوا عدم نكل الوعود الانتخابية في حال فوزه. بالنسبة لبعض المرشحين الموجودين حاليا لهم ثقل بالمناطق وبال يعني النواحي والأقضية، وذلك بسبب علاقاتهم الموجوده داخل المناطق العشائريه. وناس توصى ناس، بس بعد اللي عنده جهل وما يعرف شو نسوي له. احنا اللي سمعناه الاصلح ان احسن. هذا التوجه باختيار المرشح الاقرب للعشيره او المنطقه لم يكن خيار اغلب الناخبين بعد ان كونت تجارب الانتخابات السابقه لديهم خزين معرفي بواقع اللعبه السياسيه. لكن الرغبه التي اشترك فيها الجميع هي التغيير. صار عندنا مثل العياس. لان اللي جانا من عندنا بينا ما حصلنا من عنده، واللي جانا لغيره ما حصلنا من عنده. هاي منطقه معدومه وتعبانين وهلكانين. كل احنا المواطنين بصفتنا نبحث عن تغيير، يعني نريد النائب هو اللي يجي، والنائب انا اتصور عندي فد نظريه اقول هو ما يخسر من جهه المواطن، هو راح يخسر المواطن، المواطن راح يقيم له بعمليه الاكل والعزوبيه الكامله باللغه العربيه، بس النائب هو ما خسران، هو المواطن خسران، بس احنا هاي ما محصلينها. احنا منطقه عشائريه ومع الاسف نختار كل من وعشيرته، وهذا الشيء غلط. احنا ليش ما نختار الاكفأ اللي يكون عنده شهاده ويقدر بشهاده القانون بأي شهادة أخرى. طغيان الطابع العشائري والمناطقي على خيارات الناخب الكربلائي في قرى وأرياف المدينة، وذلك لاختيار ممثليهم في مجلس النواب المقبل لضمان استمرار تواصله معهم في حال فوزه حسب وصفهم. من مدينة كربلاء إيمان بلال، الحرة.